أعزائي المشاهدين أهلا بكم، فترتنا مفتوحة زينة وطعم البيوت. برحب بحضراتكم النهاردة في يوم عزيز على قلوبنا جميعا، 9 مارس يوم الشهيد. تحية حب وتقدير واحترام لدمائهم الغالية بإذن الله. وبرحب بزميلتي العزيزة نيفين القاضي. ازيك نيفين؟ اهلا بيك يا منى، صباح الخير وكل سنة وانت طيبة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين اللي بنقول لهم عندنا فقرات كتير النهاردة في فترتنا المفتوحة، في مناسبات عدة بنحتفي بيها، طبعا يوم الشهيد زي ما احنا نوهنا، وكمان شهر رمضان الكريم خلاص أصبح على الأبواب، فعندنا لقاءات متنوعة النهاردة بخصوص المناسبتين. أول لقاء مع زينة، وعندك أول لقاء يا منى؟ بنتكلم على احتفالنا بيوم 9 مارس يوم الشهيد الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض أثناء تفقده رئيس هيئة الأركان القوات المسلحة، أثناء تفقده للقوات الأمامية للقوات المسلحة في حرب الاستنزاف، واستشهد واعتبر أن هذا اليوم هو يوم الشهيد. تحية حب وتقدير واحترام لدمائهم الغالية. صحيح، اليوم ده فعلا أصبح يوم الشهيد بعد كده، وطبعا لشهداء القوات المسلحة والشرطة. وعايزين نقول برضو إن الفريق عبد المنعم رياض بعد أما استشهد تم ترقيته لفريق أول، وكمان حصل على نجمة الشرف، وده يعتبر أعلى وسام عسكري، وتعمل ليه تمثال اللي هو موجود دلوقتي في الميدان اللي حمل اسمه ميدان عبد المنعم رياض. كل ده تحية وتقدير لهذه الشخصية. أول لقاء بقى، أول لقاء عندنا. الفقرة الثانية عندي هتبقى صحتك في أكلتك والتغذية الصحية في شهر رمضان الكريم. نخف على نفسنا شوية، يعني نحاول إن احنا ناحية اقتصادية وصحية ونفسية إن احنا نخف شوية، ومش لازم البط أول يوم، يعني ما تكتبش إن هو كتالوج البط أول يوم. هو يعني نوع من التوفير، ونعمل نفسنا إن احنا بنعمل ريجيم من عند ربنا، يعني بصي الفوائد كتير. أول لقاء عندي بقى، بما ان احنا النهارده بنحتفل بيوم الشهيد، اول لقاء عندي هيكون في احتفاليه لهذا اليوم ولكن بشكل مختلف. هنستضيف موهبه شعريه عملت اشعار جميله جدا لمصر، وعملت اشعار جميله لكل شهيد يعني قدم حياته لارضنا الطيبه. لقاء جميل جدا، وهنسمع مجموعه من الاشعار، والهدف طبعا من هذا اللقاء ان احنا يعني نحتفي بهذا اليوم ونعرف كل شبابنا اهميه هذا اليوم عن طريق الفن وعن طريق الشعر. طبعا زي ما قلنا أنا هتبقى فقرتي الأولى إن شاء الله عن الاحتفال بيوم الشهيد وتوضيح هذه القمة لأجيالنا القادمة ولشبابنا، ويعرفوا قيمة التضحيات اللي بذلها كبار رجال القوات المسلحة، وأيضا يعني وجنود الصف، كل فرد في القوات المسلحة استشهد له كل التقدير والاحترام لدمائه الغالية اللي بذلها من أجلنا جميعا ومن أجل الحفاظ على مصرنا الغالية. اللقاء الثاني عندي بقى في طعم البيوت هيكون بخصوص رمضان، وبالتحديد طبعا كل ربة منزل يعني بتتجهز بقى دلوقتي، ويعني داخله على المسؤولية الجامدة جدا. يمكن هي فاكرة ان المسؤولية الوحيدة الخاصة بيها هتكون المطبخ، فكرة المطبخ والفطار والسحور وما الى ذلك. لا، هي كمان عندها مسؤوليات اكبر من كده، ان هي القدوة في المنزل، وان هي اللي بتعلم ولادها السلوكيات. عايزين نتكلم ازاي المرأة مسؤولة، او الام طبعا بصفة خاصة مسؤولة عن تعليم السلوكيات لأولادها، خصوصا السلوكيات اللي لها علاقة بشهر رمضان الكريم. ده دورها الأساسي، وهنعرف إزاي كل أم تقدر تقدمه بمنتهى البساطة لأولادها وأطفالها. ده هيكون لقاء التاني. تعالوا مع بعض بعد الفاصل نلتقي بأول برنامج عندنا في فترتنا، برنامج زينة وزميلتي منى. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، نستعرض أخبارنا النهاردة في زينة. الخبر الأول، القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بالمحافظات. كثفت القوات المسلحة من جهودها بتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. الخبر الثاني، الهلال الأحمر يعلن إمداد غزة ب 30 ألف وجبة إفطار وسحور يوميا خلال شهر رمضان المبارك. أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري
إمداد قطاع غزة ب 30,000 وجبة إفطار وسحور يوميا خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك في إطار دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي. بكده أخبارنا انتهت، لكن ما زالت فقراتنا مع حضراتكم. بعد الفاصل نلتقي وزينة. في هذا اليوم يوم 9 مارس يوم الشهيد، محتاجين ان احنا نؤكد على أهمية قواتنا المسلحة كدرع أمان لوطننا، بذلوا كل الغالي والنفيس من أجل راحة ومن أجل أمان هذا الوطن، ومحتاجين ان شبابنا يعرفوا قيمة هذه التضحيات وقيمة هذا الفداء بالغالي والنفيس. ويسعدني ان يكون ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة الدكتورة غادة جابر، الباحثة في العلوم السياسية. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بك استاذة منى وسادة المشاهدين. وحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وأسرة شهدائنا أسر شهدائنا بخير. تضحياتكم وتضحيات أبنائكم وأزواجكم لن تضيع هباء، كل قطرة دم فداء لهذا الوطن في أعناقنا جميعا نفخر بها، ودايما هتفضل على مر السنين فخر لكل المصريين. في البداية، إلى أي مدى حضرتك شايفة قواتنا مسلحة بتمثل الدرع والأمان لوطننا الغالي؟ في البدايه طبعا اهلا بحضرتك والساده المشاهدين، وكل عام حضراتكم بخير. والحقيقه 9 مارس احنا بنحتفل او بنحتفي بيوم الشهيد، والحقيقه ايضا ان شهر مارس مليء الحقيقه بالمناسبات السعيده بالزبط. ودايما الدوله المصريه بيكون شهر مارس فيه دفى كده وتواصل ما بين فئات المجتمع المختلفه. كنا لسه بنحتفل بيوم المراه، وان شاء الله على مشارف شهر رمضان الكريم. فكل عام وكل مصر بخير باذن الله. يوم الشهيد 9 مارس طبعا هو مرتبط باستشهاد الفريق عبد المنعم رياض، وارتبط الحقيقه اليوم ده باحيائه سنويا من اجل يعني اجلاء يوم الشهيد، ومن اجل قيمه الشهاده، ومن اجل ترسيخ هذه العقيده القويه لدى كل مواطن مصري، وقد ايه ان احنا بنحيي الذكرى دي وبنفكر طبعا الاجيال عشان جيل يسلم جيل، ان يعني نيل درجه الشهاده ده من اعظم درجات اللي نعتبرها يا اما النصر يا اما الشهاده. دي عقيده راسخه لدى الجنود المصريه سواء في الجيش او في الشرطه. الحقيقة دروع الوطن ودروع الحماية مستمرة ويعني عملية دائمة، بل إن هي كمان بتتطور، ومع تصاعد الأحداث وتطورها بيصبح موضوع الشهادة ده يعني كلنا في كل بيت مصري. ولادنا عارفين إن هم ممكن في يوم من الأيام يكونوا مشروع شهيد. يعني الموضوع عندنا عقيدة راسخة، عقيدة قوية، مرتبط بتاريخ مصر القوي، وقد إيه إن الجنود المصريين قدروا يدافعوا عن الدولة المصرية، وقدمنا كثير من الشهداء. كل بيت في مصر فيه شهيد، سواء في الحروب اللي عدت على الدولة المصرية الكتيرة أو في مكافحة الإرهاب طبعاً على حدودنا. طبعا في العصر الحديث مكافحة الإرهاب وما حدث في سيناء في السنوات الماضية، يعني في العشر سنين اللي فاتت الحقيقة برضو قدمت مصر أرواح شهداء كتير من أولادها الجنود. فالحقيقة اليوم الشهيد هو يوم مش هنقدر نقول إن احنا بنحيي ذكرى فقط، أو لكن بيحرص سيادة الرئيس على تكريم أسر الشهداء في هذا اليوم وتقديره لتضحياتهم بأبنائهم وأزواجهم في سبيل هذا الوطن. طبعا طبعا ده يوم بيبقى يوم يعني مهم جدا لكل أسر الشهداء ولكل بيت مصر الحقيقة، لأنه بيدخل على كل بيت مصري قد إيه قيمة الشهداء اللي يعني قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على الوطن. وطبعا وجود سيادة الرئيس وحرصه أن يكون متواجد ما بين أبناء الشهداء ده بيدعم أيضا الموضوع أكبر بكتير، قد إيه إن الدولة والقيادة السياسية ما بتنساش أبنائها، ودايما بتحيي هذه الذكرى مع أولادهم مع أسرهم. وعلى فكرة لما بنستمع لأسرهم وأولادهم بنحس قد إيه إن هم فرحانين، يعني بقدر الحزن طبعا والفراق ووجع الفراق، لكن هم بيكونوا فرحانين إن يعني أحد أسرهم سواء الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن قدموا روحه فدا الوطن. ده في حد ذاته بيكون فرحة كبيرة ونصر كبير لكل أسرة مصرية. بل بالعكس كمان إحنا بنسمع أبناء الشهداء بيقولوا إحنا مستعدين نبقى مكان بابا ونقدم روحنا زيهم. فالحقيقة هو شيء متوارث ما بين الدولة المصرية، وده اللي مخلي الدولة المصرية دايما قوية. واحنا عارفين ان الجيش المصري كله من ابناء الدولة المصرية، ما عندناش اي عناصر دخيلة داخل الجيش المصري، كل الجيش المصري مصريين، وعلشان كده دايما الدولة المصرية قوية وهتفضل قوية ان شاء الله. ان شاء الله. دكتورة غادة، ازاي نرسخ داخل عقيدة شبابنا قيمة تضحيات القوات المسلحة على مر السنين وشهدائنا وقيمتهم وقيمة ما بذلوه من أجل الحفاظ على سلامة هذا الوطن؟
أولا التاريخ بيوثق ده على مر العصور إن قد إيه القوات المسلحة المصرية والجيش وجنود الجيش المصري قدروا يحافظوا على الدولة المصرية الحقيقة بتكاتف يعني جميع قوى وأطراف الدولة المصرية المواطنين مع الجنود سواء في الجيش أو في الشرطة المصرية. فإحنا بنتكلم أن إحنا بنتكلم عن دولة قوية متكاتفة كل عناصرها مترابطة وبتعمل من أجل الحفاظ على هذا الوطن. القوات المسلحة المصرية همها الأول هو حماية الأرض وحماية الوطن وحماية العرض وحماية مقدرات هذا الوطن من أي غطرسة خارجية. وطبعا إحنا شفنا ده حتى في العصر الحديث وإن إزاي كان في يعني حرب قوية على الإرهاب في السنوات الماضية قبل كده الحروب اللي خدتها الدولة المصرية من أجل طبعا إنهاء الاحتلال الإنجليزي بمناسبة أو بما إن إحنا عايشين أزمة فلسطين دلوقتي والحرب على غزة. مصر قدمت شهداء كتير من أجل هذه القضية منذ عام 48 ومنذ اندلاع أول أزمة أو أول يعني احتلال للأراضي الفلسطينية كان للدولة المصرية دور قوي من أجل هذه القضية. فالحقيقة الدولة المصرية دايما بتعمل على حماية الأرض، حماية الأمن القومي المصري، حماية حدود الدولة المصرية. الحقيقة إحنا كدولة مصرية موقعنا الجغرافي والتاريخي ويعني ربنا أنعم علينا بميزات كتيرة، فدايما الدولة المصرية محتاجة جيش قوي، محتاجة جيش يحمي البلد دي من كل الأطراف. وزي ما إحنا شايفين الأطراف المحيطة بالدولة المصرية كلها فيها توترات سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو في حروب في نزاعات في أزمات. فالحقيقة الجيش المصري يعني ربنا يعين القوات المسلحة المصرية على العبء الكبير والحمل الكبير اللي هي شايلاه من أجل الحفاظ على هذه الدولة، وفي نفس الوقت بتساعد دايما القوات المسلحة المصرية الجبهة الداخلية من خلال دعمها وخصوصا بالزبط. يعني زي ما قلت في الخبر الأول عندي في النهاردة تقديم المساعدات وإن هي لا تبخل بكل ما أوتيت من مقدرة، فهي عليها الحقيقة حمل كبير وعبء كبير سواء في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحدود الدولة المصرية والأراضي وأراضي الدولة المصرية أو في الحفاظ الأمن الداخلي أيضا والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا وجميع فئات الشعب المصري. تواجد القوات المسلحة وحل كثير من الأزمات اللي ما بتقدرش تحلها كثير من القوى المدنية. فالحقيقة تواجد القوات المسلحة في كل الأمور بيعجل بحل كثير من المشكلات وفي نفس الوقت بيدي دعم قوي وجبهة قوية داخلية وخارجية للحفاظ على الدولة المصرية. عقيدة الجيش المصري وأفراده العطاء بدون مقابل، هذه العقيدة دي ما جاتش من فراغ، هي جات من حب قوي وعلى أسس لهذا الوطن وترابه. العقيدة دي إزاي بتنمو داخل أفراد قواتنا المسلحة وبتزداد؟ حتى هم دايما بيتعاملوا إن هو زي ما حضرتك تفضلتي هو شعارهم النصر أو الشهادة حقيقة. لا يقبلوا عن هذه الطرفين يعني ما فيش عندهم بديل. إزاي هم عاملين كده؟ هو احنا ممكن نرجع للنشأة الأولى خالص. احنا كلنا كشعب مصري انا يعني كتبت ده قبل كده وقلت من واحنا في المدرسة لسه صغيرين انتمائنا للدولة المصرية ونشأتنا يعني من اول طابور الصباح بتاع المدرسة ان احنا بنقعد بنحيي العلم وبنحيي الشهداء وبنحيي الدولة المصرية اللي احنا عايشين فيها ورموز العلم الأحمر دم الشهداء. يعني من واحنا صغيرين اتربينا ان الدولة دي ما قدرتش تبقى ثابتة كده من فراغ، لا في شهداء قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على الدولة المصرية. طبعا بعد كده الأجيال دي لما بتكبر في كتير منهم بينتمي للقوات المسلحة المصرية. هناك بقى في القوات المسلحة المصرية هناك ترسيخ لهذه العقيدة إيمانيا وتاريخيا وعقائديا وجغرافيا وكل الانتماءات اللي ممكن نتكلم فيها بيتم يعني تنميتها بقدر المستطاع داخل القوات المسلحة المصرية. احنا لما كمواطنين عاديين لما بنحضر في المؤسسة العسكرية من أجل مثلا الحصول على دورات أو الاستماع إلى خبراء عسكريين واستراتيجيين بنستمع ليهم الحقيقة بيزداد فخرنا. إيماننا وفخرنا بهذه المنظومة والمؤسسة العريقة قد إيه هم شايفين أن أكبر حاجة ممكن يوصلوا لها هي الشهادة. فدي حاجة جواهم بتكبر جواهم مؤمنين بقوة أن أعلى درجات الوصول للنصر الحقيقي إما الحفاظ على أرض الوطن إما تقديم أرواحهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته.
فالحقيقة إحنا نقدر نقول المؤسسة العسكرية المصرية هي العمود الأول والأهم اللي بيسند الدولة المصرية. أكيد. بجانب طبعا وجود الشعب المصري دائما وملتف حول القيادة السياسية المصرية ومؤسسة العسكرية المصرية وطبعا دور الشرطة المصرية. في النهاية إحنا كلنا كشعب مصري كل أبنائه متواجدين في هذه المؤسسات، سواء المؤسسة العسكرية المصرية أو في الشرطة المصرية، كلهم أبناء الشعب المصري وكله بيت في مصر ليه ابن أو زوج أو يعني أي حد من أفراد الأسرة بينتمي لهذه المؤسسات. أكيد وطبعا خالص تقديرنا، وده بيبان من تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء سنويا في يوم الشهيد 9 مارس. شهدنا في الفترات السابقة يعني السنوات السابقة وحاليا أعمال درامية بتعبر عن قيمة تضحيات القوات المسلحة. هل حضرتك شايفة إن عبرت بشكل واقعي عن قيمة هذه التضحيات، ولا ما زال هناك تطلع للكثير من الأعمال الدرامية التي ترسخ قيمة ما بذلوا هؤلاء شهداء وأفراد القوات المسلحة على مر السنين؟ طبعا هو كان شيء مهم جدا وكان ليه أثر إيجابي بشكل كبير جدا في السنوات الممر اللي احنا كلنا انبهرنا بيه. الحقيقة كل الشعب المصري انتمى جدا لهذا الفيلم وبقى يدخل السينمات ويتفرج عليه يعني بإقبال رهيب. أيضا المسلسلات ما تنساش ان احنا قعدنا عدة سنوات بننتظر مسلسل الاختيار عشان برضو نشوف يعني قد ايه القوات المسلحة المصرية بتقدم روح أبنائها من أجل الحفاظ على هذا الوطن، ومن عشان احنا المواطن العادي ما بيحسش بكل هذه الأزمات ويعني كل ما يحدث من خطر كبير بيواجه الدولة المصرية. طبعا احنا محتاجين اكتر بكتير، وخاصة ان التاريخ المصري وعلى مر طبعا حافل بكثير من القيادات والرموز اللي يعني اللي نقدر نحن فعلا نحتذي بيها ونقدمها نموذج قوي جدا للشعب المصري عشان الأجيال تتوارث يعني هذا المجد ويبقى عندها انتماء اكثر وحب اكبر بكتير، وتقدر يعني تفهم قد ايه ان مفيش حاجه تساوي وليس قيمه لاي شيء مقابل ان الوطن ده يفضل محافظين عليه ويفضل ليه قيمه وليه هيبه وليه مكانه ما بين دول العالم. أكيد. طبعا ده شيء مهم جدا، والقوى الناعمه بتجسده بشكل قوي، خاصه ان كلنا بنلتف، وده شفناه الحقيقه. احنا كنا متخيلين ان الانترنت والعصر الحديث يعني غير عقول الناس وغير قلوبهم، لكن بمجرد ما تم عمل سواء مسلسلات او افلام بتتحدث عن هذه الشخصيات التف الشعب المصري حواليها بقوة جدا ولقت قبول كبير جدا. من الصغير قبل الكبير يعني. فبننتظر الحقيقة أعمال أكتر بتجسد كثير من الشخصيات اللي تستحق أن يكون لها أكيد. وجود. أنا يعني بشكر حضرتك وحضرتك عليكي يعني وكل من يعمل في مجال البحث السياسي والدراسي إن إحنا لازم نرسخ ده من خلال سطور تاريخنا لأبنائنا طبعاً. حتى يتعرفوا على هذه التضحيات. بشكر ضيفتي الكريمة الدكتورة غادة جابر الباحثة في العلوم السياسية. شكرا. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة. شكرا. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معاكم زينة.